بسم الله الرحمن الرحيم. يا اهلا وسهلا، اهلا بكم في الفيديو رقم 8 من السلسله بتاعه السيستماتيك ريفيو والميتا اناليسز. في الفيديو اللي فات عملنا سيرشنج للداتابيزز، طلعنا الدراسات بتاعتنا من الويب اوف ساينس، سكوبس ومن باب ميد، عملنا اكسبورت للنتائج بالصيغه بتاعه الار اي اس علشان نبدا نستخدمهم في الخطوه رقم 3 من السيستماتيك ريفيو، وهي خطوه السكريننج او الفلترنج، او ان احنا بنعمل فلتريشن للدراسات، او ان احنا بنطلع الدراسات ريليتد بالشغل بتاعنا. السكريننج بتنقسم لخطوتين، اول خطوه بتعمل حاجه اسمها تايتل ابستراكت سكريننج، وتاني خطوه بتعمل حاجه اسمها الفول تكست سكريننج. الخطوه بتاعه السكريننج دي بيقوم بها شخصين، اتنين من الناس بيقوموا بها، وشخص ثالث كمان بيروح عامل زي سولفينج للكونفليكت ما بين الشخصين. يعني ايه الكلام ده؟ يعني اول خطوه بتاعه التايتل ابستراكت ان احنا بنقرا العنوان بتاع البيبر. احنا عايزين مثلا نشوف زي ما احنا شفنا في البيبر بتاعتنا الراديو فريكوانسي ابليشن والمايكرويف ابليشن، وعايزين نشوفهم وعلاقتهم بالليفر كانسر. فبنقرا الموضوع، بنشوف احنا عايزين يعني نعمل ايه في الشغل بتاعنا او في الريفيو بتاعنا، وبنقرا العنوان، بنشوف هل العنوان اصلا ريليتد بالموضوع بتاعنا ولا لا. يعني لو العنوان شفنا مثلا تاثير دواء معين على البريست كانسر، ولكن هو طلعت معانا في النتائج علشان هو الكمبيوتر مش سو سمارت ان هو يبحث على اللي انت عايزه بالظبط، وبالتالي من العنوان ده يوحي ان البيبر دي ملهاش علاقة بالشغل بتاعنا، فبالتالي احنا نبدأ نعملها excluding او ان احنا نطلعها من النتائج بتاعتنا. طيب لو قرأت العنوان لقيت ان مثلا the effect of microwave ablation على liver cancer وحاجات زي كده، فده معناه ان هو العنوان ذات نفسه في معطيات بتوحي بان الشغل بتاعنا ده او ان البيبر دي related بالشغل بتاعنا، وبالتالي بعد لما قرأت العنوان هبدأ أقرأ في الابستراكت. فلما هاجي أقرأ الابستراكت هتلاقي ان هو فعلا مثلا كان بيقارن ما بين المايكرويف وما بين الراديو فريكوانسي ومطلع نتائج بشكل معين، وبالتالي الدراسة دي معناها ان هي ريليتد بالشغل بتاعنا، فبالتالي احنا نقدر نعملها انكلودنج ان احنا نضيفها معنا في الدراسات. طيب مثلا احنا قرأت الابستراكت لقيت ان هو الموضوع بيتكلم على الميكانيزم معين، وانا مش حابب ان انا اضيف الميكانيزم، او مفيش الاوتكم اللي انا حابب احسبه، وبالتالي الدراسة دي اكسكلودد. ففي مثلا محمد عمل التايتل والابستراكت، قرأ مثلا 200 بيبر وطلع من ال 200 بيبر دول 20 بيبر، واحمد قرأ ال 200 بيبر دول وطلع منهم 25 بيبر. هنفترض ان ال 20 وال 25 دول overlapping مع بعض، فكده في فرق مثلا ما بينهم خمس دراسات. الخمس دراسات دول احمد شايف ان هم related ومحمد شايف ان هم not related بالموضوع، ففي شخص ثالث هيقرأ الخمس دراسات او هيقرأ الفرق ما بين الاثنين، وهيشوف هل الدراسات دي فعلا included ولا excluded. فاول خطوة ان احنا بنعمل التايتل والابستراكت سكريننج، بنعمل سكريننج للموضوع ده، وده بيشيل عدد كبير من الدراسات في الخطوة دي. وبعد كده بقى مثلا طلع 20 دراسة زي ما احنا قلنا من ال 500 دراسة بتوعنا، بعد كده بنعمل حاجة اسمها الفول تكست سكريننج، او بنقرأ البيبر كاملة، ال 20 دراسة او ال 50 دراسة اللي باقيين بنقرأهم كاملين علشان نشوف هل هم فيهم الانكلوجن والاكسكلوجن كريتيريا بتوعنا ولا لا، هل هم فيهم العناصر اللي احنا محتاجينها في الريفيو بتاعنا ولا لا. الخطوة بتاعت التايتل والابستراكت سكريننج ممكن تتعمل باماكن كتير، ممكن زي ما قلت تتعمل بالاكسل شيت، ممكن تتعمل بمندلي، ممكن تتعمل باند نوت، بزوتيرو، اي برنامج بتاع ريفرنس مانجر. ولكن في ويب سايت اسمه رايان، رايان من الويب سايتس السهله والبسيطه في التعامل، واللي بتقبل صياغ كتير، واللي يعني زي ما نقول كده مخصصه في الجزئيه دي وببلاش، وبالتالي بتكون عنصر مساعد جدا في الخطوه بتاعه التايتل والابستراكت سكريننج. خلينا نشوف رايان بيتم استخدامه ازاي. ما تنساش بقى تشترك في القناه علشان يجي لك فيديوهات الجديده، وتشارك الفيديو مع اصحابك. يلا بينا. زي ما احنا شايفين دول الثلاثه ريزلتس بتوعنا اللي احنا طلعناهم من الداتابيس، ده بتاع باب ميد، ده بتاع سكوبس، وده بتاع الويب اوف ساينس. لو فتحنا ممكن نفتح نكتب كده رايان سيستماتيك ريفيو، وهسيب لكم اللينك بتاعه في الديسكريبشن. بتدخل على رايان، بتعمل ساين اوت، بتعمل الاكونت بتاعك، وبعدين تخش تعمل ساين ان زي ما احنا شايفين بالايميل. دي ريفيوز كنت اشتغلت عليها قبل كده، فبتختار كلمه نيو ريفيو. طيب النيو ريفيو بتاعنا بيتكلم مثلا بتاع الليفر كانسر، تكتب العنوان بتاع الريفيو، الفيلد بتاعك الفيلد بتاعنا بيكون في الميديسن، الريفيو تايب سيستماتيك ريفيو، ممكن سيستماتيك ريفيو ميتا اناليسز زي ما انت حابب، الريفيو دومين هو مثلا باي ميديكال ساينس، ديسكريبشن ممكن تكتبه ممكن تكتبوش، وتدوس كرييت.
فزي ما قلنا الميزه في راين ان هو بيقبل كل الفورماتس، يعني عندك السبورتد فورمات بيقبل من اند نوت، بيقبل الار اي اس، بيقبل البيبتكس سي اس في بتاعت التيبلز، بيقبل من بوب ميد، بيقبل من كل حاجه، ممكن من اند نوت، من مندلي، من بيبر ديكس ديسكتوب جايد، كل الحاجات دي كلها تقدر انك تضيف، ممكن من ويب اوف ساينس على طول، ممكن من ساينس دايركت على طول. فكل الحاجات دي ميزه من ضمن مميزات راين ان هو بيقبل فايلز من اي حته. فاحنا هندوس سيلكتنج فايلز ونضيف الثلاثه فايلز بتوعنا. فزي ما احنا شايفين كده هو بيضيف اديدا ضاف بتاع الباب ميد، بعديها سكوبس، وبعديها الويب اوف ساينس. بندوس هنا على كونتينيو، بنلاقي هنا ان هو عمل تجميعه لكل الدراسات دول مع بعض. فهنلاقي هنا ان الاندسايدد بتوعنا كانوا 30 و247 و223 تقريبا، زي ما احنا شايفين اهو، او 12 بيبر سوري، و247 و223 دول العناصر بتوعنا او البيبرز بتوعنا. فاللي هو كده هو جمعهم مع بعض فكان اندسايدد، او انت ما قررتش ايه هم، لا يعني لسه الانكلودد ولا اكسكلودد، او ميبي 482 دراسه. طيب بيتم ازاي بقى؟ دي كلها عناصر مساعده تقدر تستخدمها في الشغل بتاعك. يعني هنا البابليكيشن تايب تختار دي مثلا بوكس، دي مثلا ميتا اناليسز، دي حاجه يعني مثلا احنا الكتب احنا ممكن نروح هو نختار الفلتر بتاع الكتب واحنا مش محتاجين الكتب اصلا، فمثلا الكتب دي اكسكلودد، هنروح واقفين على الكتب كده ونعمل اكسكلود، دول 8 دراسات اكسكلودد، تمام. فاحنا كده عملنا اكسكلوجن للثمان دراسات. هتيجي تبص فوق هتلاقي ان اكسكلودد الثمان دراسات بتوع الكتب. مثلا احنا شايفين ان الميتا اناليسيس برضو مش عايزين ان احنا نعمل لهم انكلودنج معانا، فلو ضفنا مثلا لو شلنا الفلتر بتاع البوك واخترنا الميتا اناليسيس هتلاقي ان 2 ميتا اناليسيس اهم هنعمل لهم برضو اكسكلودنج. لو اخترنا مثلا الليكتشر احنا عايزين الليكتشر دي برضو نعمل لها اكسكلوجن. مثلا ريسيرش سبورت احنا مش عايزين ريسيرش سبورت ده فنعمل له اكسكلوجن. مثلا مالتي سنتر ستادي تشابتر، الحاجات دي كلها احنا ممكن ما نكونش محتاجينها وعايزين نعملها اكسكلوجن. ممكن نختار مثلا احنا عايزين دراسات من اول 2015، فالدراسات بتاعه 2014 كلها لما نشيل بقى الفلترز دي، يعني انت بتروح دايس كده الفلترز، فاحنا عايزين دراسات 2014، فالدراسات بتاعه 2014 كلها اللي هم 35 دراسه اهم. فلو احنا عملنا سيلكتنج ال 35 دراسه كده نعمل لهم اكسكلودنج، فاحنا كده عملنا اكسكلودنج لكام دراسه؟ عملنا اكسكلودنج ل 46 دراسه من 436. طيب ممكن تختار هو هنا برضو حاطط لك بعض الكلمات المفتاحيه كلينيكال ترايل، راندمايزد كلينيكال ترايل، الحاجات دي كلها. يعني انت ممكن تختار اي حاجه من الحاجات دي، العناصر اللي تساعدك يعني ايه تعمل ايه في الشغل بتاعك. دي عناصر مساعده، ولكن ممكن تروح داخل على الاندسايدد هنا، احنا عايزين بس نشيل الفلتر بتاع 2014، هتلاقي الاندسايدد 436 الباقيين، بتروح دايس على البيبر من هنا بتلاقي العنوان ظاهر قدامك هنا. العنوان ده مثلا بيقول ريدي فريكوانسي ابريشن كذا كذا في الليفر تيومرز. احنا قرانا العنوان زي ما احنا شايفين، هل العنوان ده ليه علاقه بالشغل بتاعنا ولا لا؟ فهو لو ليه علاقه مثلا، وبعد كده قرانا الابستراكت، بعد لما بنقرا الابستراكت بتاعنا كده شايفين ان هو الشغل ده مثلا ليه علاقه بالشغل بتاعنا، فهنروح عاملين له انكلودنج. طيب قرانا ده مثلا لقينا ان هو ميبي انا مش عارف، يعني ده ممكن نشوف حد بقى ثالث يشوف هل البيبر دي معانا ولا لا. قرات الموضوع ده لقيت راديو فريكوانسي فيرسس مايكرويف ابليشن كذا كذا، وبعد كده قرات الابستراكت بتاعه لقيت ان هو معانا، مثلا ده معانا برده، الدراسه دي انكلودنج معانا، الدراسه دي اكسكلودد، الدراسه دي انكلودد. فاحنا حتى الان مثلا ضفنا 4 انكلودد ستاديز، خلينا نضيف كمان مثلا اي كام دراسه كمان، دول مثلا الدراسات احنا 7 دراسات اهم، دول السبع دراسات الانكلودنج معانا في الشغل بتاعنا بعد لما قرانا او شفنا البيبرز دي كلها. هنروح داخلين على الانكلودد ونروح مختارين فلتر الانكلودد هنا. فهو هنا لما تختار فلتر الانكلودد راح اختار لك 7 دراسات، خلاص. فاحنا لازم نختار الفلتر بتاع الانكلودد ستاديز، واحنا عندنا حاليا 7 دراسات اهم اللي احنا شايفين ان هم انكلودد معانا، بنروح عاملين لهم اكسبورت، تمام. هو هنا بيقول لك انت عايز ال 482 كلهم اللي كانوا في الاول ولا الفلتر ده بس اللي هم 7. يعني لو احنا اخترنا مثلا الفلتر الثاني بتاع الاكسكلود هنروح عاملين اكسبورت، هيقول لك عايز ال 482 ولا الفلتر ده اللي هم 47. فاحنا هنا بنعمل اكسبورتنج ليه، يعني ممكن نعمل اكسبورتنج للثلاثه بقى، الميبي والانكلودد والاكسكلودد،
وندوس اكسبورت الفلترد، بتختار بقى الريفمان ولا بتختار بيبتكس ولا بتختار الاند نوت ولا بتختار السي اس في. ممكن تختار من بيبتكس لان ده بيشتغل على مندلي، لو انت بتشتغل على مندلي ممكن تختارهم اند نوت، ممكن تختارهم سي اس في يعملهم لك في تيبل والانكلود والحاجات دي كلها. فمثلا بيبتكس نروح منها اكسبورت، تمام، هيقول لك انك يو ويل ريسيف ان ايميل بالاكسبورتد فايلز، هيجي لك ايميل فيه الاكسبورتد فايلز بتاعتك خلال دقائق. طيب برضو ممكن تعمل اكسبورت كسي اس في وندوس اكسبورت، وبعد كده هيبعت لك الفايل في الايميل. هنروح داخلين على الايميل وعاملين كليك هير للسي اس في، لو احنا حابين ان احنا نحفظه كسي اس في انكلودد كان نكتب هنا ان ده السي اس في، تمام، وندوس سيف وبعد كده نفتح الفايل بتاعنا، نعمل اكستراكشن للسي اس في، دي كلمه ارتكلز. هتيجي تبص هنا نلاقي دي الارتكلز بتاعتنا، تمام، ده ريان وده العنوان بتاعهم التايتل ودي اليرز والحاجات دي كلها. الخطوه اللي بعد كده بقى ان احنا ندخل على اليو ار ال بتاعتهم دول، دي اليو ار ال بتاعت السبع دراسات بتوعنا، بندخل على اليو ار ال دول بناخد السبع يو ار ال دول، مثلا بناخد العنوان ده كده، وبعد كده بنروح باحثين على المتصفح عادي، بنعمل سيرش كده بنلاقي الدراسه اهي دي ريدي فريكوانسي كذا، بنروح عاملين بقى داونلود لكل الدراسات دي باستخدام الباب ميد او الاي كي بي او الداتابيس اللي انت بتستخدمها، بتنزل السبع دراسات دول. بعد ما بتنزل السبع دراسات دول بتبدا تعمل المرحله بتاعه الفول تكست سكريننج، بتقرا السبع دراسات دول وتشوف كام دراسه فيهم ريليتد بالموضوع بتاعنا ولا لا. وملخص الخطوات دي كلها بتعمل حاجه اسمها البريزما فلو دياجرام، ودي اللي هنشرحها في الفيديو اللي جاي. نشوفكم في فيديو تاني، سلام عليكم.